السلام عليكم، ازيكم؟ ليفربول بالجمال والدلال بيروق على جماهيره وبيفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في ملعب أنفيلد، ملعب ليفربول، بهدف محمد صلاح الوحيد في المباراة بصناعة أليسون بيكر، زي ما محمد صلاح اتعود هو وأليسون بيكر الدويتو اللي ما بينهم وما بين بعض، نفس الهدف بالظبط اللي سجله محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد من سنتين أو من 3 سنين، النهاردة بيسجل نفس الهدف بالظبط بصناعة أليسون بيكر بس المره دي في مرمى مانشستر سيتي. لو تبص على اللقطه من اولها كده وتلاقي أليسون بيكر رفع الكره لمحمد صلاح زي ما تعودنا، ومحمد صلاح بعت كانسيلو جابه هنا عندنا اسكندريه. ارجع اتفرج على الهدف وانت هتعرف بالظبط. وليفربول بيلقن مانشستر سيتي درس قاسي جدا في ملعب انفيلد، وبيلقنهم اول خساره في الموسم، الموسم اللي كان عامله بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بدون هزيمه حتى الان. طبعا جماهير ارسنال الخساره دي تصالحهم هم، حاليا ارسنال في الصداره بفرق 4 نقط عن مانشستر سيتي، فزمانه طبعا دلوقتي ايه طايرين من الفرحه. لو تبص النهارده على التشكيله اللي نزل بيها يورجن كلوب، فانا حقيقه هقيم النهارده اداء يورجن كلوب 10 من 10. الراجل النهارده نزل بأليسون بيكر في حراسه المرمى، جيمس ميلنر على اليمين وروبرتسون على الشمال، جو جاميز وفيرجيل فان دايك، نص الملعب مكون من فابينيو وتياجو الكانتارا وهارفي كالفاريو، وخط الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وديجو جوتا. النهارده لو اجي اقيم لعيبه ليفربول من اول أليسون بيكر لحد محمد صلاح في الخط الامامي 10 على 10. النهارده يا جماعه جو جاميز اللي كل جماهير ليفربول لما لقوه في قلب الدفاع حطوا ايديهم على قلبهم، النهارده قيمه 10 من 10. لا يا جماعه، النهارده جو جاميز نجح في الاختبار الصعب اللي تعرض ليه، جيمس ميلنر نجح في الاختبار الصعب اللي تعرض ليه، النهارده محمد صلاح كل الضغوطات والاضواء اللي كانت مرميه على ايرلينج هالاند، محمد صلاح خطف كل الاضواء وكل الضغوطات وكل حاجه انت عايزها. النهارده محمد صلاح هيتصدر اغلفه الصحف العالميه. طبعا خلينا صراحه مع بعضينا، رغم فوز ليفربول النهارده بالمباراه، ولكن ليفربول اتعرض لظلم تحكيمي واضح جدا. النهارده الطرد اللي اخده يورجن كلوب بسبب ايه؟ بسبب اعتراضه على الكره اللي قبليها اللي هي كانت المواجهه ما بين محمد صلاح وبرناردو سيلفا، دي فاول مستحق لمحمد صلاح، وانا مش بتحيز لفرقتي ولا بتكلم عشان انا مشجع ليفربول، لا، كوره فاول ما فيهاش اي كلام لمحمد صلاح على برناردو سيلفا، ده برناردو سيلفا مسك صلاح كده وجابه على الارض. فيورجن كلوب من حقه اللي هو يعترض، ولكن حكم المباراه عشان من مدينه مانشستر ادى يورجن كلوب بطرد، ويورجن كلوب مش هيحضر ماتش ويست هام يوم الاربعاء الجاي. لو هنتكلم النهارده على فنيات وتكتيك، فالنهارده كل اسلحه مانشستر سيتي النهارده ما كانتش فعاله، لان حقيقه نص ملعب فريق ليفربول وخط دفاع فريق ليفربول قطع كل الامدادات على خط هجوم مانشستر سيتي. النهارده لعيبه ليفربول متحكمين بشكل كويس جدا في كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا، وطالما كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا انت ماسكهم هما الاثنين، يبقى انت قطعت كل الامدادات على فيل فودن وايرلينج هالاند. اه فيل فودن سجل هدف، ولكن طبعا هدف ملغي ما فيهاش اي كلام، كانت قبليها فاول على هالاند على فابينيو. النهارده لو تبص على اهميه الفوز اللي النهارده ليفربول طلع بيه من الماتش، لا، النهارده ليفربول يا جماعه فاز على مانشستر سيتي اداء ونتيجه، الفوز دوت معنوي اكتر ما هو فني، وهيفرق مع ليفربول في الجدول. اه طبعا هو هيفرق مع ليفربول في الجدول، وثلاث نقط مهمين جدا، لان النهارده خساره ليفربول من مانشستر سيتي كانت هتاكد بنسبه 99% ان ليفربول فقد المنافسه على لقب الدوري الانجليزي. هو حاليا صعب ان انت تنافس على الدوري، ولكن انت ما زلت موجود، انت بتقول لكل انديه البريمير ليج انا موجود. ليفربول اهو اللي بيخسر من ارسنال، بيخسر من مانشستر يونايتد، بيخسر من طوب الارض، ولكن النهارده ليفربول يا جماعه بالشخصيه بالروح بالاداء بالتكتيك باللعيبه بالرجوله النهارده بيفوزوا، واهم ماتش بالنسبه لهم في الموسم كله، لان زي ما قلت لكم يا جماعه النهارده الماتش دوت كان نقطه فاصله في مصير يورجن كلوب وفي مصير ليفربول في الموسم كله. لو ليفربول كان خسر كان اقول لك خلاص ليفربول السبعه اللي كسبوهم على رينجرز كانت فقاعه وفرقعت، انما النهارده يا جماعه السبعه اللي فازوهم على رينجرز النهارده بياكدوهم ان الاداء موجود. صلاح الهاتريك اللي بيسجله في رينجرز، لا انا موجود النهارده. هو الراجل كاتله كذا كوره في اول الماتش ما كانش موفق فيها، في كوره كان المفروض يلعبها لدييجو جوتا ولكن فضل ان هو يسدد، ولكن يا جماعه النهارده جماعه صلاح هو اللي بيصنع لك الفرق في المباراه. ختاما ده كان رد فعل سريع على مباراه ليفربول ومانشستر سيتي وفوز الريدز على مانشستر سيتي، فوز مستحق 100%. ختاما يا رب اكون شرحت لك الماتش بشكل مبسط، ويا رب وفق صلاح ووفق اللعيبه العرب. كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقات جايه جديده.